الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام قد انتهى من مما ذكر في مقدمة علم البلاغة، وهو بيان الفصاحة والبلاغة، ووصل الحديث إلى الشق الأخير وهو بيان الأساليب. يقول المصنفان: بعد هذا يحسن بك أن تعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ المؤلفة، لأنه طريقة الكلام مرة في قضايا علمية، مرة في قضايا أدبية، مرة في قضايا وعظية. فالإنسان اللي يتحدث بالفيزياء لغة الكلام، صياغة لغة كلامه تختلف عن الإنسان اللي يكتب قصة مثلا قصيرة، اللي يكتب رواية غير لما واحد يكتب مثلا يكتب شعر، غير لما واحد اللي يكتب موعظة. فأسلوب هذا الشخص يختلف عن أسلوب هذا الشخص. الغرض من الكتابة يحدد الأسلوب المتبع فيها. وطبعا البلاغة عموما أقرب ما تكون إلى الأساليب الأدبية، لأن الأدب والكتابة الأدبية ارتبطت ارتباط شديد بالمجاز والكنايات والاستعارات والتشبيهات وما شابه. وهذه الأمور والوسائل والأدوات تستعمل عادة في المباحث الأدبية أو في الأمور الأدبية. لذلك أنت الآن لما تلاحظ مثلا كتاب مكتوب بعلم من العلوم التخصصية، ما تجد الطابع الأدبي واضح، تلقى الحقائق واضح. أما إذا جئت إلى كتاب أدبي فتجد أنها كتابة تحرك المشاعر، تثير، تخلي الواحد يصفن يتخيل، لأنها أقرب إلى علم البلاغة. ولذلك قيل بأن بعض البيان أو إن من البيان لسحرة. وهذا ليس المقصود منه. طبعا الكتابة الخاصة بالفيزياء والكيمياء وما شاكل ذلك من علوم التخصص، وإنما البيان يعني البيان الخاص بالأمور التوصيفية الذي الإنسان إذا سمعها يطرب لها، يعني تتحرك مشاعره يطرب لها. لذلك قال: بعد هذا يحسن بك أن تعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ المؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام، اللي هو إيصال المعاني هكذا. وأفعل يعني أكثر فاعلية، أفعل يعني صيغة يعني تفضي في نفوس سامعي تأثيرا، يعني أفعل يعني أكثر تأثيرا. وأنواع الأساليب ثلاثة أنواع عنده. الأسلوب الأول الأسلوب العلمي، ومن اسمه لأنه أسلوب علمي فهو شنو؟ أسلوب هادئ، ما بإثارة كما هو بالنسبة للأسلوب الأدبي والأسلوب مثلا الخطابي، ما بإثارة، أسلوب علمي، حقائق تبين، تلقى إنسان يبين حقائق بأسلوب هادئ، ما بيدخال يعني الإنسان يتحدث بالفيزياء والكيمياء أو حتى العلوم، بعض العلوم الاجتماعية ما تجد أنه يحاول أنه يستفز مشاعر المستمع، ما عنده شيء، لأنه هو يبين حقيقة من الحقائق. فيقتصر على بيان الحقيقة، ولأنه أداته في بيان تلك الحقيقة أداة بعيدة عن مشاعر الإنسان السامع، فهي بالتالي ستكون لوحة هادئة ما بها إثارة هكذا. قال: وهو أهدأ الأساليب. فقال: لا، باعتبار أنه بيان للحقائق فهو يحتاج ماذا؟ إلى لغة خاصة. ما هي اللغة الخاصة بالحقائق؟ اللغة المنطقية، لغة المنطق السليم. الإنسان حتى يبين الحقائق لابد أن يكون عارفا عالما بأساليب طرح الأدلة ومناقشتها وما شاء هكذا، بيان الحقائق العلمية. ولذلك قال:
وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم وأبعدها عن الخيال الشعري. عفوا هسه اللي أقول لك بايكها يعني هسه هو بايكها يعني هسه هو ذا بايكها شو نسوي له إحنا يعني إذا أقول لك هذا بياختها تلقى هو الشخص بايكها يعني هاي العبارات تشوفونها أنتم ترى بيها سجع ترى شكلك 99 خاف أقول 100 أقول تبالغ 99% والباقي علي ذني ما بيوقات ذني مأخوذات هكذا مأخوذة من كتب قديمة الكتب القديمة كانت تستعمل السجع بهالطريقة فهو هذا الكتاب تعليمي فبأحيانا لقى عبارة موجودة في كتاب ينقلها كما هي ليش قال منطق لأنه هذا حقائق علوم أنت بحقائق العلوم مش تحتاج واضح المنطق شلون تعرف شلون تقسم هاي وين تاخذها بالمنطق زين فكر سليم يعني يكون حقائق حقيقية صحيحة منو هذا اللي يحتاجه الأسلوب العلمي إذا واحد أراد أن يبين حقائق علمية يحتاج إلى أمرين أن يكون كلامه صحيح وأداته صحيحة وين الأداة المنطق منطق سليم وفكر مستقيم جابها وحطها بعد شو نسوي لها يذكروني بالجماعة وأبعدها عن الخيال الشعري لأنه بعد ماكو شعر بعد أنت تبين لك حقيقة من الحقائق العلمية بعد أنت ما تستعمل الخيال الشعري ما تتخيل بين له حقيقة علمية زين. السبب لماذا الإنسان في الأسلوب العلمي يبتعد عن الخيال الشعري يقول لي أنه كلامه ويامل ويا العقل مو ويا المشاعر لأنه يخاطب العقل ويناجي الفكر ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء حقائق يبينها بعد هذا وين يروح شو يسوي المشاعر ما له علاقة بالمشاعر زين ما هي مميزات هذا الأسلوب قال وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح طبعا لابد حتى الإنسان يكون صاحب أسلوب علمي لابد يكون كلامه واضح زين هسا هذا واحد إذا يسمع هذا الكلام يقول لك هذا كأنه هذا صاحب الأسلوب العلمي إنسان جاف يكتب لنا كلمات متقاطعة ما مدر... لا نقول له مو بالطريقة لكن الخيال الشعري والتخيلات والتشبيهات ليس لها مجال في الأسلوب العلمي خلي كلامك رزن منطقك صحيح فكرك مستقيم ولكن عليه أن يكون عليك أن تكون وسيلتك في البيان واضحة وفي نفس الوقت أنت تبين حقائق هاي الحقائق لابد تستعمل كلمات تبينها ما تستعمل لكلمة مجهولة في بيان كلمة مجهولة فيكون بيان المجهول بالمجهول لابد تستعمل كلمات واضحة على هذا أنا ممكن أبين الحقائق العلمية بألفاظ شلون احنا شو نقول عنها بألفاظ يعني بعيدة عن الأذهان ما تتقبلها يقول لك لا استعمل الكلمات اللي بيها لمحة جمال ولكن لا تهتم بهذا الجانب إلا من ناحية أن الجمال في تصوير الأفكار هو يعني أقرب شيء إلى وجدان الإنسان وإلى عقله الإنسان بعد مثل ما يقولون إذا يريد واحد يعرف حقيقة من الحقائق توضحها إلى بألفاظ سمجة قاسية لتوضحها له بألفاظ واضحة بها لمحة الجمال مو هدفك من الجمال تجعله يتخيل ويقوم يصفن ويطرب لا هاي حقائق علمية لكن مع ذلك خلي هذه الوسائل العلمية واضحة وقوية في الأداء وفي نفس الوقت جميل لا مانع من ذلك ولكن ليس إلى الحد اللي تقوم شو تسوي وتطير هكذا تقوم تخليه تقوم تتخيل والله الذرة مثلا شلون واحد طاير بالهواء تقدر تقول حقيقة بهالطريقة هذه يعني الذرة من تفتار شلون واحد معلق بال هذا بيان لمطلب علمي لا لازم تبينه بكلام واضح هذا تخليه يتخيل بالطريقة هاي هذا ما ممكن لكن مع ذلك استعمل الكلمات المؤدية الواضحة وأيضا القوية والجميلة لا مانع من ذلك قال ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال وقوته سمنين القوة نجيبها نقول في سطوع البيان يعني شلون احنا نقول هذا نور بعد أنور منه سطوع بروز أعلى من هذا المستوى في سطوع بيانه ورصانة حججه
الرصانة يعني القوة. شلون تقول لك هذا مضبط رصين؟ يقول الله فلان هذا مضبط في دراسته يعني رصين، هذا كتاب رصين يعني شنو؟ كتاب قوي، كتاب يعني متعوب علي. رصانة الحجج يعني جمع حج، يعني رصانة أدلته يعني قوة أدلته. زين وجماله صح بعد، ممكن واحد يجيب الجمال يقول معك ماكو مانع، بس مو بعد قوم تتخيل حدك الجمال. زين في سهولة عباراته، يعني صحنا شلون هم من بين الحقائق وهم نستعمل، يقول لك لا الجمال هنا حد معاك أن تكون العبارات واضحة. هذا يعتبر جمال الأسلوب العلمي، أن تكون العبارات واضحة. وسلامة الذوق في اختيار كلماته، وعد واضح أنت من تختار الكلمة اختار الكلمة اللي يعني تدل على ذوق المختار. وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام. بضميري ما أخذها من جسمه، أقول لكم من ما أخذها؟ ما أقول لكم من ما أخذها، من الدورون تلقونها كتبوها وعلي لا طلعت ما منقول. زين هذا موجود تلقونه بمن؟ بالجواهر. واضح شيخنا؟ تلقونه بالجواهر، واضح بجواهر الكلام. نعم درسنا نعرفه. زين هذا هو المقصود، أسلوب علمي يعني واضح قوي مبين، يوصل المعاني يوصل الحقائق يبين الغامض، هذا هو المطلوب. قال فيجب أن يعنى فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها، لأنه بعض الأحيان أكو ألفاظ تستعمل ولكنها مو صريحة، تخلي واحد يقول لو هذا لو هذا، لا حاول تختار الألفاظ اللي بيها شنو؟ اللي بيها صراحة في الدلالة، يعني ما تحتمل احتمال ثاني بيها الظاهر وأكو ممكن يكون لا مو الظاهر، حاول أن تختار الكلمات الصريحة في الخالية من الاشتراك. بعد تعرفون الاشتراك يعني شنو؟ كلمة واحدة ممكن يكون أكثر من معنى. وأن تؤلف هذه الألفاظ في سهولة وجلاء، سهل ووضوح، سهل سهولة وجلاء، في سهولة ووضوح، جلاء يعني الوضوح، حتى تكون ثوبا شفا. شنو ثوبا شفا؟ مو خفيف بس، لا خفيف يعني كل شيء ما يستر. أنت ما سامع البيت الشعر اللي يقول لك، والله شو يقول لك نسيت البيت الشعر، أنا ما علمت بس أشوفك أنا كأنه أنسى. زين لا ثوب الرياء هكذا هذا تذكرت، وأنا من درت وش عنك الله تذكرت البيت. ثوب الرياء يشف عما تحته، هذا يعني نصيحة هسه إن إلي نصيحة مو لكم. ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا لبسته فإنك عاري. واضح شنو معناته يشف؟ حال ما يستر ثوب لا تخلينا ننسى ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا لبسته فإنك عاري. أنا أدري جزء طلع مالتي إيش دار حافظة من قبل ما أتذكر الصعب هسه يطلع مسكين الدار من غيره ما أدري. على كل حال فهذا يعني شف يعني شنو؟ يعني أنت بعد الكلمة واضحة من تقول الكلمة معناها طافح مبين. ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا لبسته فإنك عاري. حتى تكون ثوبا شفا للمعنى المقصود، وحتى لا تصبح مثارا للظنون ومجالا للتوجيه والتأويل. بعد حتى واحد يقول هذا لو هذا، لا كلمة صريحة وكأنها شنو؟ وعلي كأن الكلمة المعنى طافح منها. شو الإنسان اللي مثل ثوب الرياء نقول له بعد شو اسمه؟ مو هذا ظل الصبح يتعبد وعبال المسجد بواحد قال له تطلع شو اسمه؟ طلع شو اسمه؟ اي ويحصل هسه هذا هسه هذه بعد النصيحة في الجانب الإيجابي، إنه شو نسوي؟ زين النصيحة في الجانب السلبي ما هو؟ يعني ما هي عفوا؟ وإن كانت النصيحة جوز على كل حال. ويحصل التنحي، هسه واحد تنحي يعني شنو؟ الابتعاد، تتنحى تبتعد عن المجاز. هسه بعد أنت هذا أسلوبك علمي تتبين الحقائق، بعد شو تسوي المجاز؟ زين المحسنات كذلك، ومحسنات البديع في هذا الأسلوب. واحد يقدر يكتب 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 وما تطفر مثلا حكايه منا منا كل، لا المقصود التنحي هنا التكلف، تكلف شلون التكلف؟ يعني
أنت تتعمد استعمال المجاز في هذا الموضع، يقول لك هذا مو مقبول. شلون إحنا هسه من نتعامل مع بعض الناس، أتابع شفنا لنا واحد مسؤول نتماوت في المنطق كلش، ها؟ أي فيسمونه تكلف، يعني نفاق بين قوسين. بالروايات موجود هكذا، هسه مو جيب من عندك، تكلف نفاق، يعني واحد تتماوت له في المنطق وواحد تسوي وياه. نشوف لك واحد يشتغل بالشارع تحكي وياه وانت ند، اذا ما تترف اذا ما تتعالى عليه، بس من تحكي لك وي واحد هسه يمكن حتى لو شرطه مرور تحط، مرات يحطون له القاب ومرات يحطون له شو اسمه وكذا، لكن بالنتيجه هذا مو منطق الانسان السليم. منطق الإنسان السليم هو الذي يرى غيره عدمه. عدمه شنو عدم؟ يعني الإنسان الآخر ما له سلطة عليك أيا كان، مو معناته تكون قاسي في التعامل معهم، ولكن إذا عاملتهم تراهم عدم، شيء واحد لا يتمايزون، مو هذا طويل وهذا قصير وهذا عيونه زلق وهذا لحيته شو اسمه. على كل حال فلتتعامل عدم، تتعامل معهم على أنهم عدم، شلون تتعامل على ما تتميز بعد تحكي معها. لذلك علي بن أبي طالب ماذا يقول؟ اطلبوا الحاجات بعلو الأنفس فإن على الله قضاء. يعني من تطلب لك حاجة من واحد مو تقوم تتذلل بعلو الأنفس، أنت عزيز تتحدث بالعزة فإن على الله، هو مو هذا الذي يقضيه الله. إذا الله ما أراد أن يقضيها هذا يقدر يقضيه؟ واضح؟ على كل حال ما يدعش لكم سوالف، ترى سوالف وعدي هو. على كل حال ويحسن التنحي يعني الابتعاد. واحد أنت عندك أسلوب علمي تحكي مع ناس حتى تفهمون قضية علمية، بعد تستعمل المجاز؟ لا، زين المجاز أبدا لن أقترب إليه. لا، مرات المجاز يأتي عفوا. عفوا يعني شنو؟ ولذلك لا تسولف، ولذلك إذا أردت أن تتحدث حتى في الحياة لا تتحدث إلا عفوا. عفوا، التكلف في كل شيء معيب، كل شيء، في كل شيء معيب. ولذلك الإنسان المفروض هكذا. كان عندنا أستاذ، كان أستاذ بالكفاية، بس كان أستاذ يعني حقيقة، يعني اللي عنده قلب هو ما يحضر درسه، اللي عنده ضعف وعنده ضغط هو ما يقدر يحضر درسه، هو لا ينظر إنه بهالشكل هذا، هو لا يركز في النظر أبدا، ونادر ما يرفع راسه ويلاحظ الموجودين، وإن كان هو عرفنا يعني بعدين واحد واحد من طول سنوات، لكن إذا دخل للمكان إحنا ندخل في حالة رعب. رعب، أول ما يفتح الكتاب، أول ما يدخل يخطر على باله فت سؤال سؤالين تنقلب الدنيا. حتى إني مرة من المرات رأيت شخص يجاوب على هيك يسوي عيونه، يعني ما يقدر حتى يفتح عيونه من يحكي. طبعا هذا الأستاذ لأنه هو قمة، هو موجود الآن، مرة من المرات حس بينا. طبعا صديقي اليمني كان دائما يباحثني، صار عنده تسارع في نبضات القلب، قطير كان تارك العلاج ورجع ياخذ علاج من أهل الناصرية الله ذكره بالخير. زين، صار عنده تسارع في نبضات القلب، خوف من الخوف، هو ما يسوي شيء أبدا، لكن كان يخوف. بعدين حس، قال يعني بعد 3 سنوات، طبعا بعد 3 سنوات من الإرهاب الفكري. قال طبعا من الوصاه، وصاه المرجع الأعلى، وصاه قال الوالد وصاني عليكم أخوان، يعني إنه قلت له أنا ترى أسألهم. فقال أنا أجي من أدخل ألاحظ أنه بعض منكم يرتبكون، فأنا ما أريدكم تهتمون للدرس لأنه أنا أسأل، أريدكم تهتموا للدرس حتى لو أنا ما أسأل. وقام يعتذر وكذا،
الاستاذ العلي شنو مسوى؟ هو كان يسالنا بالماده، يعطينا درس ثاني يوم يسالنا، بس من يسالنا احنا ما تقدر تكذ روحك لما يسالك. له رهبه. رهبه يعني انا مرات اقعد، انا طبعا تعرفني انا ادور على الطلايب بوار، قعدت اقعد يمه دائما. فمن مرات قعدت لقيت المحبس مالي بالمكان. جيت الصبح، نجن الصبح قبل الدرس حتى نتباحث ساعه. فقلت لصاحبي، قلت له شوف المحبس مالي الاستاذ. شاف قال خلنا ناخذ، قلت له شنو تاخذ؟ قال هذا مال فلان. قلت له هنشوف مهتم انه فقد محبسه او لا. قعد بدا بالمحاضره، اثناء المحاضره مديده حاط المحبس مالي. ولكنك فاقد معبس. أثناء المحاضرة حط. ليش؟ عفوية هكذا، عفوية. عفوية هكذا. له رهبة في القلب. الإنسان لابد يكون عفوي حتى يأثر بالناس. مو بالقوة. ولا القوة تسقط، القوة تسقط، يسقط التأثير معه. يسقط التأثير معه. لابد تكون بهالشكل هذا. لذلك حس قال فأني يعني أنا اعتذر، والوالد دز علي وقال لي دير بالك عليهم بعد، لا شو اسمه، لا يا لا تسأل كثير لأنه خاف مثلا الطلبة يتأذون. وفعلا طبعا هرب من الدرس من هو الآن في شو اسمه في العلالي، إذا أريد أروح أقابلك وناخذ لي شو اسمه جاه. المهم على كل حال، فبالنتيجة الإنسان العفوية في التعامل حتى في القضايا العلمية مطلوبة. أنت بتعبر عن حقيقة، ما يحتاج تتكلف وتجيب لك ألفاظ، لا. انت اذا كنت بحرا نزل الماء منك، اذا كنت اذا سقطت فيه. اما اذا تتكلم والله اكو بعض الناس هكا بهالطريقه يتحدث، فيصبح بعض الناس يصبح مجرد مقلد، احيانا مقلد لشخص، واحيانا ما حتى شخص ما يقدر يقلده. على كل حال فيقول الا ما يجيء من ذلك عفوا، يعني هيك واحده هيك واحده من غير أن يمس أصلا من أصوله أو ميزة من ميزات، يعني ما يأثر على الجانب العلمي. جت كلمة المجاز ولكن في محلها، وحدها، استدعاها السياق كما يقولون. أما التشبيه طبعا زين، حتى التشبيه، لأن التشبيه حالة عامة ما مختصة بس بالبلاغة أو بالأساليب الأدبية. قال أما التشبيه طبعا هذا بعد قضية عامة ممكن واحد يستخدمه، الذي يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر مماثلها، باعتباره يصير بذكر أمثلة بالحقائق العلمية بعد مثاله كذا. زين هذا حتى هذا من تركيا يقول لا، هذا أمر عام ويتبع هنا وهنا. قال فهو في هذا الأسلوب حسن مقبول، ولسنا في حاجة إلى أن نلقي عليك أمثلة لهذا النوع، فكتب الدراسة التي بين يديك تجري جميعها على هذا النحو من الرسالة. يعني الكتب الدراسية، كل الأشياء اللي تدرس، كل الكتب اللي تصنف، هي تصنف على أساس الأسلوب العلمي، لأن الأسلوب العلمي هو الأسلوب الذي يبين الحقائق. إن شاء الله الأسلوب الأدبي يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.